بينون المدهش. أهلا يا بينون. مرحبا جميعا. تبدو سلتك ثقيلة جدا يا بينون، ماذا في داخلها؟ إن بها مكوناتي. كنكراتي؟ ماذا؟ مكونات، ما يلزمني لتحضير فطور مدهش غدا صباحا. لكن ما معنى فطور مدهش؟ سأحضر شطائر الفاكهة، المعجنات، البيض، الحبوب، الكرواسون، الجبن، الفطائر، كل شيء. هذا رائع، أظن أنني سأحب فطورك المدهش. لما لا تمضي الليلة عندي وهكذا تتذوق فطوري المدهش في الصباح؟ أوه هذا رائع، هل يمكنني؟ أرجوك. طبعا يمكنك يا رومبا. انتظرني. أنا جاهز يا بينون، هيا بنا. إلى اللقاء يا روزي. إلى اللقاء، استمتع. لم أنم هنا وحدي بدون رومبا من قبل، ماذا سأفعل؟ فكري سينصحني. أهلا يا روزي. أهلا يا روزي. هل تأتين مع رومبا للتنزه معنا؟ لا شكرا، أنا ذاهبة لفكري، ورومبا سيمضي الليلة في بيت بينون ليشاركه فطوره المدهش المميز. إلى اللقاء. أعجبتني حكاية الفطور المدهش، علينا أن نفعل ذلك، ولكن سأسميه فطور كرز الممتاز بامتياز. أوه رائع، أنا متشوقة. أتظن أن روزي بخير؟ نعم لا تقلقي، سأحتفظ لروزي بحصتها من فطوري. هيا لنحضر ما نحتاجه. أنا سعيدة لأن رومبا سيتسلى، لكنني سأشتاق إليه. أنا متأكد أن بإمكانك أن تفعلي الكثير بدونه. يمكنني أن أرسم قليلاً، أو أن أسقي أزهاري، أو أقرأ كتابي المفضل دون مقاطعة رومبا. إذن لا بأس إن بقيت وحدي. لا بل يبدو سآتي عندك. هذا لطف كبير منك يا بلبلة. أوه لا شكر على واجب. سنقضي سهرة لطيفة، كما أن فطورك أفضل من فطور بينون. حان وقت الاستعداد للنوم. لا لم يحن وقت تنظيف الأسنان. أنا أنظف أسناني دائما قبل أن آوي إلى الفراش، ولكن أقوم أنا وروزي بأمور أخرى قبل النوم. ماذا مثلا؟ أن أؤوي إلى الفراش الآن؟ تقريباً. ترى أين سأنام أنا الليلة؟ في أرجوحة رومبا، إنها جميلة ومريحة. لا أستطيع أن أنام في هذه، أريد عشاً لطيفاً ومريحاً. أو ربما أستطيع أن أبني لك واحداً. أمسكي بهذا من هنا، وأنا سألف هذا بهذه الطريقة هكذا. أوبس. لا يمكنك النوم؟ لا، الأمر غريب بدون روزي. أنا أنظر صوب النجوم عندما لا أستطيع النوم. أتعرف أسماءها؟ هل لها أسماء؟ نعم، أترى تلك المجموعة من النجوم هناك؟ اسمها الدب الأكبر. واو مثلك أنت. هل هناك الأرنب الأكبر؟ ترى ما الذي يفعله رومبا الآن؟ ربما يحاول أن ينام ولا يستطيع. لا أستطيع أن أنام. حاول أن تعد النجوم. 1 2 3 4 5. نسيت واحدة. 1 2 3 4 5. أوه نجمة جميلة. لا أضعت العد.
أم نجمة اثنتان ثلاث. بلبلة أنت مستيقظة؟ بلبلة آسفة يا بلبلة، لم أقصد إيقاظك. رومبا يفعل هذا بي دائما، اشتقت إليه. أحياناً رومبا يغضبني بسبب ضجيجه والفوضى التي يسببها، ولكن أتصدقين؟ اشتقت إلى ذلك أيضاً. هذا لطيف يا روزي. بينون، رومبا، أين هما؟ أهلاً بينون، جئنا للفطور. بلبلة، أين بينون؟ لقد ذهب، ورومبا أيضاً لا أجده. لنبحث عن روزي، تعرف ماذا نفعل؟ روزي، روزي، ليست هنا. لا تقلق يا رومبا، سوف نجدها. يا بينون، أين يمكن أن تكون؟ رومبا، بينون، وجدناكما. ولكن أين روزي؟ روزي! يا رومبا، اشتقت إليك كثيراً، لم أستطع النوم. أنا أيضاً يا روزي. جئت لأحضر بعض التفاح احتفالاً بعودتك. سأصنع فطيرة تفاح وفراولة. يم! والآن هل نستطيع أن ننام أخيراً؟ أرجو ذلك. لقد ناموا جميعاً. نعم، لن يكون هناك فطور مدهش ولا ممتاز إلا إذا لا، لقد تأخرت في النوم. تأخرت على ماذا؟ الفطور المدهش الممتاز بامتياز. هذا أفضل فطور مدهش وممتاز في العالم.